السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم زينين. هاليوم راح نسوي أصابع زينب، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. عندنا هاليوم الحلويات، الأصابع زينب اللي راح نسويها هاليوم نحتاج لها طبعا حلويات اقتصادية وما تكلف، والمواد موجودة ومتوفرة بكل بيت، سهلة وسريعة. احتاج لها كوب واحد من الطحين، احتاج لها نصف كوب من السميد، احتاج لها ثلث كوب زيت، ملعقة صغيرة من اليانسون، احتاج قليل من الملح، يعني شيء كلش قليل ملح، تقريبا ملعقة، أصغر ملعقة موجودة عندك تخلين ملح، أحتاج لها قليل من ماء الزهر أو ماء الورد، وأحتاج لها الماي حسب العجين، وخميرة طبعا ملعقة شاي خميرة، هذه ملعقة خميرة، ملعقة شاي خميرة. أخلط هذه المواد الجافة كلها مع بعض، بعدين راح أبدي بالعجين. اليانسون أيضا أضيف لها الزيت، أضيف لها قليل من ماء الزهر أو ماء الورد اللي متوفر عندك، قليل جدا يعني. سأضيف لها قليل من الماء وابدي اعجن. طبعا لا تضيفين كثير من الماء عشان اول مرة، وشوفي اذا تحتاج ايش قد تحتاج، اذا انت تحبين اكثر كثري، ضاعفي المواد اللي خليتها. هكذا صارت عندي العجينة جاهزة، راح اغطيها بالنايلون واتركها الى ان تختمر وارجع لكم. طبعا بعد ما اختمرت عندي العجينة قسمتها على شكل كرات، بهذا الشكل كرات صغار، وراح هسه ابدي اشتغل بيها. احتاج اذا عندك المبراشة مع الجبن، اذا متوفرة عندك مبراشة او سلة اللي نصفي بيها، يعني قعرها يكون مثقب بهالشكل، حتى اراوي لك يعني ليش احنا نحتاج هالشكل. شيء راح اخذ الكره افتحها قليل شويه هنا، بعدين راح اخليها هالشكل واضغط عليها هذا الشكل والفها. صارت عندي هالشكل بهاي الطريقة، صارت اخليها هنا واغطيها الى ان ما انتهي من كلهم، اغطيهم واخليهم يرتاحون الى ان ما انتهي من كلهم. راح اسوي وحدة ثانية امامك حتى تشوفين، افتحها قليل هذا الشكل، بعدين اخليها على السلة اقرب لي هاي الطريقة. بعدين أبرمها، يعني لا كلش قوي، المهم تبرميها شوية تصير هالشكل، وأستمر بيهم كلهم إلى أن ما أنتهي بيهم من عندهم وأرجع لك. بعد ما انتهيت من الأصابع وخليتها كلها بالصينية بهذا الشكل، غطيتها بالنايلون وتركتها لمدة يعني شي ربع ساعة حتى ترتاح شوية. بهاي الفترة أنا حضرت عندي هنا دبس، خلطت دبس التمر، خلطت معاه شوية مي، يعني إذا أنت راح تستعملين تقدرين تخلين مثلا فنجان دبس مقابله فنجان مي، بس يكون مغلي وتخليه يعني يبرد. بعدين عندي هنا الزيت ساخن،
راح أبدي أخذ سخنت الزيت يعني كلش هواية، راح أبدي أخذ هذه الأصابع أخليها بالزيت أقليها، وراها راح أخليها بالعسل اللي عندي، عسل التمر اللي عندي. هكذا تحمرت عندي، راح أخليها بالعسل هذه أيضا، طلعها من الزيت أخليها بالعسل اللي عندي، هذه أيضا تحمرت أخليها بالعسل. استخرج هذول من العسل اللي خليتهم أول شيء، خليهم بالصحن على جهة. عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والأخير الأصابع زينب اللي سويناها هذا اليوم. أتمنى تعجبك الوصفة وتجربيها، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.